بهدف إطفاء نيران الحروب وبسط السلام، ومن أجل سلامة الإنسان أقرت بلدان العالم مواثيق ودشنت منظمات تشرف على تحقيق تلك الأهداف، وعلى رأسها الأمم المتحدة. وفي السودان كانت المنظمة الأممية تعمل من خلال بعثتين رئيسيتين، الأولى اسمها يوناميس، وأنشئت في مارس 2005 عقب اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان. وتمثلت مهام هذه البعثة في الآتي: دعم تنفيذ اتفاقية السلام، وفي توفير المساعدة الإنسانية والحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. وفي يوليو 2011 أعلن انتهاء مهمة يوناميس، ونقلت معداتها وأفرادها إلى جنوب السودان لتنضم إلى مثيلتها هناك. أما البعثة الأممية الثانية للسودان فرأت النور في يونيو 2020 تحت اسم يوني تامس، والهدف هذه المرة هو دعم الانتقال الديمقراطي وحماية الوثيقة الدستورية وحماية المدنيين وبناء السلام. لكن هذه البعثة طالتها انتقادات واسعة، حيث اتهمت بعدم الجدية في تنفيذ مهامها بعد سقوط قتلى خلال مظاهرات مطالبة بالحكم المدني فيما سمي بانتهاك الوثيقة الدستورية. بل وصل الأمر إلى خروج مظاهرات في نوفمبر الماضي تطالب برحيل رئيس البعثة الأممية الألماني فولكر بيرتس بدعوى وقف التدخلات الأجنبية. ومع اندلاع الصراع العسكري الراهن، رأينا البعثة الأممية تسارع إلى إجلاء موظفيها من الخرطوم دون أن نرى للمنظمة الدولية تأثيراً فاعلاً في إقناع الطرفين بالتفاوض، أو حتى في رعاية هدنة واحدة من تلك الهدن المتعاقبة. لذلك نتساءل في حلقة الليلة: ماذا فعلت الأمم المتحدة للسودان الجديد؟ وماذا تفعل الآن؟